الصواريخ ومدفعية في سلاح واحد، بل في عربة واحدة، وربما لا يوجد هذا الدمج في سلاح آخر. فإن كان الهدف قريباً وصغيراً يتم استهدافه بطلقة مدفع واحدة لا تكلف شيئاً، وإن كان ضخماً وبعيداً فلا بد من الصاروخ. تلك منظومة دفاع جوي فريدة من نوعها، تعمل بمنظومات إلكترونية ورادارات لرصد الأهداف، منظومة صاروخية ومدفعية قصيرة المدى مخصصة لحماية المقرات العسكرية والمنشآت المدنية من أي هجوم. منظومة بانسر إس واحد الروسية مكلفة بحماية سماء العاصمة موسكو، فهي إلى جانب منظومات إس 400 جزء لا يتجزأ من الدفاع الجوي المتسلسل والمظلة الدفاعية فوق العاصمة الروسية. نظام بانتسر مكلف بالتصدي للصواريخ المجنحة كروز والمسيرات القتالية، وقادر على الاشتباك مع جميع أنواع التهديدات الجوية، سواء كانت طائرات أو قنابل موجهة، وكذلك الصواريخ المضادة للرادار والاستطلاع. بدأ تصنيع بانتسر في يونيو 1990 بهدف تغطية وحماية مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات S-300 بشكل موثوق، وتم عرض المنظومة لأول مرة في المعرض الدولي للطيران الفضائي في تزوكوفسكي عام 1995 لتدخل الخدمة في 16 من نوفمبر تشرين الثاني 2012. تقوم بانتسر إس واحد بالتكامل مع وحدات الدفاع الجوي بعيدة المدى، فهو يحميها من أي اعتداء يمكن أن يأتي من مستوى منخفض ومهما كانت صعوبة التضاريس. هناك من أطلق على بانتسر اسم صياد صواريخ توماهوك، فالمنظومة قادرة على اصطياد الأهداف التي تسير على ارتفاع بضعة أمتار عن سطح الأرض. المنظومة مزودة بـ 12 صاروخ موجه، يمكن لكل منها أن يصيب هدفاً يسير بسرعة 1000 متر في الثانية على مسافة تصل إلى 20 كيلومتراً وارتفاع 15 كيلومتراً. تطلق المنظومة النار من الثبات والمسير على 4 أهداف دفعة واحدة، وهي محمية من التشويش وتعمل في جميع الظروف الجوية وبشكل آلي تام. يدعم المنظومة مدفعين أوتوماتيكيين من عيار 30 مليمتر يصيبان الأهداف حتى مسافة 4 كيلومترات وارتفاع 3 كيلومترات. مطور منظومة بانتسر هو مكتب تصميم هندسة الآلات في مدينة تولا الروسية، وخلال مناورات في شبه جزيرة القرم نجحت المنظومة في صد هجوم افتراضي لمئة صاروخ كروز تم تدميرها بالكامل. أحدث نوع من هذه المنظومات نسخة مزودة برادار يرصد الأهداف على بعد 75 كيلومتراً، مزودة بصواريخ خفيفة تم تصميمها خصيصاً لاعتراض الطائرات المسيرة. تتميز بانتسر الجديدة عن سابقاتها من البانتسر بمسافة تدمير الأهداف بزيادة تصل إلى 40 كيلومتر، وتستخدم الصواريخ فرط الصوتية وتقصف 5 أهداف في آن واحد. خلال الحرب الروسية الأوكرانية تم وضع عربات البانتسر فوق عدد من الأسطح في موسكو لصد المسيرات التي توجهها كييف نحو العاصمة، وقد تم إسقاط العديد منها نارياً وإلكترونياً. إصابة منظومة بانتسر وتدميرها يمكن أن تحصل في حالة واحدة، وهي إذا نفذت ذخيرتها ولم يكن هناك من منظومة أخرى لحمايتها، أو لم يتم نقلها إلى مكان محصن.